أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك جزاء كل من أعرض عن ذكر الله وخالف أمره مهما أوتي من مال وجاه. وعلى قدر طاعة العبد لربه تكون سعادته وطمأنينته، وعلى قدر معصيته يكون شقاؤه. ولقد عشت أنا العبد المذنب، ولقد عشت شقاء البعد عن الله والاشتغال بما ينهي عن ذكره ويصد عن سبيله، إلى أن تباركني الله عز وجل برحمته ومنه وكرمه فأنقذني مما كنت فيه. ولقد عشت صراعا داخليا بين الحق والباطل، وكنت أدعو الله أن يتوب علي وأن يهديني صراطه المستقيم، ذلك لقناعتي بحرمة الغناء والموسيقى. إلا أن النفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى كان حينئذ أقوى من الوازع الديني في قلبي. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الفضلاء، إن الله إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه. وقد كان من أسباب توبتي من الغناء المحرم أن قدر الله علي بعض المحن والشدائد مما يكره الإنسان عادة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. فشدت المحن وتوالت المصائب،
وفررت إلى الله أدعوه وأسأله الفرج، ونظرت في حالي فوجدت لي مقيما على المعاصي، وقلت لنفسي كيف أدعو ربي وأنا على هذه الحال؟ كيف والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أدركت حينها أن تقوى الله هي المخرج وهي الحل، وهي المخرج مما كنت فيه من ضنك وشقاء، فقررت حينها ترك الغناء المحرم، وإني لأرجو أن أكون قد تركته لله، قد تركته طاعة لله. هذا باختصار شديد ملخص لقصة توبتي. أسأل الله الثبات على دينه وطاعته، فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، والمؤمن في جهاد مع نفسه إلى أن يلقى الله، ولا تؤمن على حي فتنة، نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نصيحتي لمن ابتلي بسماع الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يملأ قلبه بالقرآن العظيم حفظا وتلاوة وتدبرا. فكما قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فالغناء، وأنا أقول هذا الكلام عن تجربة، فالغناء أشد ضررا ولهوا مما سواه من الكلام الباطل. هذا طبعا كان مصحوبا بالمعازف والموسيقى. وصده عن القرآن أعظم وأخطر لشدة ميل النفس إليه ورغبتها فيه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله والالتزام بشرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني فليست لي تجربة في إلقاء هذه الكلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.